احنا المفروض النهارده هنتكلم على البي ان جانكشن دايت، اوكي، اللي هو شابتر 2. احنا يمكن كنا اللي خدناه في الشابتر الاولاني، كنا خدنا السيمي كوندكتور وقلنا ازاي بنقدر نعمل ان تايب او بي تايب من خلال السيمي كوندكتور، اوكي. لكن هل الان لوحدها او البي لوحدها ليها استخدام؟ لا، لكن استخدامهم بيجي من ايه؟ لما ابدا اشكل السامبل بتاعتي او العينه بتاعتي من السيليكون او الجرمانيوم، اجيب انترنسك سيليكون او انترنسك جرمانيوم سامبل وابدا اشكلها بحيث ان يبقى فيه جزء منها بي وجزء ان. لكن ينفع ان انا اجيب جزء ان لوحده وجزء بي لوحده والحمهم مع بعض؟ لا. ليه؟ لان الماده اللي انا احطها في النص ما بينهم دي هتبقى ماده الكاركترستيك بتاعتها مختلفه عن السيمي كوندكتور، وبالتالي يبقى لازم عشان اكون بي ان جانكشن يبقى لازم كلها من نفس الكاركترستيك، يبقى ما ينفعش ان احط ماده غريبه ما بين الجزء الان والجزء البي. لكن اللي بيحصل ان انا بجيب السامبل بتاعتي وابدا اشكلها. اشكلها ازاي؟ اوكي، ان الشكل ده كده، ان انا بيبقى عندي العينه بتاعتي اهي، السامبل بتاعتي من الانترنسك سيمي كوندكتور، باجي اعرض السايد ده كده لشوائب لامبيورتي دونر امبيورتي، واعرض السايد الثاني لاكسبتور او العكس. يعني المهم ان اعرض سايد منهم لنوع معين من الامبيورتي وليكن اكسبتور مثلا، والنوع الثاني هعرضه للدونر، والسايد الثاني ده هعرضه للدونر. يبقى لما نيجي نرسم كده الكونسنتريشن بتاع التشارج داخل قطعه السيمي كوندكتور دي، هنبص لايه بالشكل ده. السايد ده انا عرضته لاكسبتور اتوم او اكسبتور امبيورتي، يبقى كل ذره اكسبتور المفروض انها بتديني هول. طيب الاتومز بتاعت الاكسبتورز دي وهي بيحصل لها ديفيوجن داخل قطعه السيمي كوندكتور بتبقى مكتسبه طاقه، وبالتالي لما بتبدا تصطدم مع ذرات السيليكون الطاقه بتاعتها بتقل. يبقى هبص الاقي عدد قليل من الاتومز دي هو اللي هيقدر يحصل لي ديفيوجن لمسافات طويله، لكن معظم الاتومز دي هتستقر على السطح هنا. وبالتالي اذا كانت كل ذره من ذرات الاكسبتور دي هتديني هول، هيبقى الكونسنتريشن بتاع الهولز على السطح هنا كبير، وكل ما بعدت الكونسنتريشن بيقل. يبقى لما اجي ارسم الكونسنتريشن بتاع الهولز داخل العينه بتاعتي او داخل السامبل بتاعتي بتاع السيمي كوندكتور دي، هبص الاقي الكونسنتريشن بتاع الهول على السطح كبير وكل ما بعدت الكونسنتريشن بيقل. يبقى ده الكونسنتريشن بتاع الهولز داخل السيمي كوندكتور. طيب بالنسبه للان، برضو كل ذره الدونر هتديني الكترون، وبالتالي هيبقى الكونسنتريشن بتاع الالكترونز اللي على السطح كبير، وكل ما بعدت عن السطح يبقى الكونسنتريشن هيقل. كل ذره دونر من دول بتدي، يبقى الكونسنتريشن بتاع الالكترون هيبقى عالي على السطح، وكل ما بعدت الكونسنتريشن هيقل. وبالتالي هيبقى في نقطه هنا التو كونسنتريشنز بتاع النقطه دي اللي احنا بنسميها الجنكشن. يبقى النقطه دي اللي التو كونسنتريشنز عندها بيساوي بعض دي اللي احنا بنسميها الجنكشن. وعشان كده ببص الاقي الجزء ده الكونسنتريشن الاعلى او الماجورتي كاريرز عباره عن الكترونز، والماينورتي كاريرز عباره عن هولز. وبالتالي يبقى الجزء ده طالما الماجورتي كاريرز الكترون، يبقى الجزء ده اقدر اقول انه ان تايب سيمي كوندكتور.
بالنسبة للجزء ده الماجوريتي كاريرز هول والماينوريتي كاريرز الكترونز، يبقى الجزء ده بي تايب. يبقى انا هنا شكلت الشريحة بتاعتي بحيث ان خليت جزء منها بي والجزء الثاني ان. والنقطة اللي عندها التو كونسنتريشنز دي بيساووا بعض، احنا بنسميها الجنكشن. وعشان كده الاستراكشر ده بسميه او الالمنت ده بسميه البي ان جنكشن، وهو بيبقى بديل للدايت اللي كان بيتعمل من الفاكيوم تيوبس، عشان كده بسميه البي ان جنكشن دايت. طيب طالما الان دي هيبقى الماجوريتي كاريرز اللي فيها الكترون، يبقى دكتور ايوه الصورة اللي اتفضل. حضرتك بتشرح منه مش باين عندنا. الصورة دي مش واضحة؟ اه مش واضحة. ده أنا بتكلم. حضرتك بتشرح في ايه؟ دكتور حضرتك تقريبا قافل الكاميرا. دلوقتي الشابتر ده باين عندكم ولا مش باين؟ اوكي تمام. كده باين؟ اه تمام. اه باين. اوكي. يبقى احنا زي ما قلنا هنتكلم في شابتر 2. يبقى احنا زي ما قلنا هنتكلم في شابتر 2 ده على البي ان جانكشن ده. وقلنا الجانكشن دي بنكونها ازاي؟ اوكي؟ واضح دلوقتي الصورة؟ اه تمام. فقلنا لو عندنا السامبل بتاعتي كده عينة من السيمي كوندكتور، البيور سيمي كوندكتور اهي، حاجة عرض السايد ده لشوائب اكسبتور، اكسبتور امبيورتي كده، الكونسنتريشن بتاعها مثلا ان اي، وعرض السايد الثاني ده لشوائب دونر، الكونسنتريشن بتاع الدونر امبيورتي دي اللي هو ان دي. يبقى انا السامبل بتاعتي عرضت سايد منها لشوائب اكسبتور والسايد الثاني لشوائب دونر، وبالتالي لما نيجي نشوف الكونسنتريشن بتاع الالكتور دي هنلاقي انه بالشكل ذرات اكسبتور دي لما بتدخل داخل قطعه السيمي كوندكتور بتبدا الذرات دي يحصل تصادم ما بينها وما بين ذرات السيليكون، فبتبدا طاقتها تقل، وبالتالي ببص الاقي عدد قليل من الذرات دي اللي بيقدر فيوجن لمسافات كبيره، لكن مع الاقل ذره من دول هتديني هول، وبالتالي هبص الاقي الكونسنتريشن بتاع الهول على السطح عالي، والكونسنتريشن بتاع الهولز كل ما بعدت عن السطح بيبدا يحصل له ايه؟ دكتور نفس الشيء برضو بالنسبة للبجع بي دكتور كل ذرة دونر المفروض انها بتديني الكترون. اتفضلي دكتور الصوت بيقطع. هي دي بقى مشكلة عن ارادتي، لكن بقدر الامكان ممكن كده تكون النت ما هياش ستيبل شويه ممكن يقطع لكن يتظبط بعد شويه، لكن هل كده الصوت ايه؟ كده تمام. اوكي يبقى احنا لما نيجي برضو نعرض السايد ده للدونر اتومز، يبقى كل ذره دونر المفروض انها بتديني الكترون، يبقى الكونسنتريشن بتاع الالكترونز على السطح هيبقى عالي، وكل ما بعدت الكونسنتريشن بتاع الالكترونز هيقل، يبقى ده الكونسنتريشن بتاع الالكترونز وده الكونسنتريشن بتاع الهولز، وبالتالي هلاقي في نقطه هنا التو كونسنتريشنز عندها بيساووا بعض، النقطه دي اللي احنا بنسميها الجانكشن، يبقى النقطه دي اللي انا بسميها الجانكشن وبرمزها اختصارا كده بالرمز، يبقى دي اللي هي تمثل الجانكشن. طيب الجزء ده الماجوريتي كاريرز فيه الكترونز والماينورتي كاريرز فيه هولز، يبقى الجزء ده من العينة بتاعتي